اتفضلي دلوقتي لو الزوجه توفى زوجها وبقت ارمله وعندها اولاد <applause> تمام وهي ما تزوجتش بعده هو طبعا بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال في احاديث ان يعني بيبقى ليها ثواب اكبر ان هي لو ما تزوجتش وفضلت تعول ولا أمدها. هناك كلام من مخك ولا فيه حديث بيقول كده انه احسن ما تتجوزش ولا اي حاجه بس عشان اصحح بس لك اول بس هي مش ليها ثواب اكبر لو هي فضلت هي ما حد يتجوز فلما ما لقيتش حد يتجوزها صبرت على اولادها واحسنت تربيتهم وكفحت وكدت لغايه ما جابت لهم تعلمهم وتوكلهم وتعالجهم الى اخره. ادي الحكايه هو ده اللي بيحصل. هيحصل ايه بقى؟ هتاخد ثواب طب هو الرجال برضو بيبقى يستحسن ان هم ولا برضو عادي يتزوج بعد وفاة زوجته لو عنده اولاد عشان يساعدوا في تربية الاولاد او حاجة زي كده في المعونة المشكلة هنا هو ان المرأة متعلقة زيادة عن اللزوم بولادها هي مش زيادة عن اللزوم ولا حاجة هي طبيعتها كده والحمد لله انها كده إن أمهاتنا اعتنوا بينا. الراجل مش كده لأن ده المرأة بيخرج منها الحياة. فهي متعلقة بالأطفال دول تعلق غير مبرر وغير معروف. تلاقي ابن الواحدة من دول راكب على ابن الجيران بيضربوا فتقول للواد اللي, اللي بيتضرب حاسب على ابني. الله ده ابنك اللي بيضرب. مش اللي بيضرب الامومه كده هو ده الحب الحقيقي حب من غير اي غرض ولا اي احتياج ولا اي حاجه فلما بيجي الراجل يموت بيبقى نظرها على عيالها اكتر واخد بالك الراجل اكتر في الخارج قاعد يسعى فاسعوا في مناكبه وبيروح ويشتغل ويعمل كده إلى آخره والمرأة أكثر في مراعاة بيتها الداخلي هي تستطيع أنها تخرج وتستطيع أنها تعمل بس إذا أرادت لأن ده مجهود عليها الراجل بيجيب واحدة ست علشان تقوم بشأن البيت الست ممكن تجيب راجل علشان يقوم بشأن البيت برضه في الإنفاق وكده ولذلك التصور بتاعك اللي أنا رفضته وحاولت أصححه مباشرة إيه إن هي ما مين اللي قال إن هي ما لا أنا ما قصدتش كده أنا أقصد أقول إن في نساء بتبقى بتبقى عايزة إن هي تركز على أولادها وإن هي هي, هي حرة بقى يبقى ده الاختيار بقى في الاختيار هنا بقى ده حاجة تانية خالص اتفضلي انا تركتك تختاري اختاري وريحي روحك واعملي اللي انت عايزاه عايزين حاجه اكتر من كده من الحريه عايزين حاجه اكتر من كده من الحلاوه والجمال ده بيقول لك افعلي ما شئتي عايزه تقعدي اقعدي عايزه تتجوزي اتجوزي عايزه تطلع بس مش هتعرفي تنفكي عن ولادك في كل الاحوال لو غيبنا عنك ولادك كده تتجنني تتعفرطش طب وده وحش ولا حلو؟ لا حلو ده خلقة الله ده ربنا خلقنا كده ومن غير هذا كانت دمر الدنيا ده الدنيا كانت تتدمر وهكذا في حد من الأولاد عايز سؤال